لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. قال الشيخ صديق حسن خان رحمه الله: باب ما نزل في التحليل، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيما حدود الله. قال تعالى: فإن طلقها الطلقة الثالثة التي ذكرها سبحانه بقوله: أو تسريح بإحسان. على التفسير الثاني: فإن طلقها بعد الطلاق مرتين، فإن فإمساك بمعروف يعني الرجعة، أو تسريح بإحسان أن يتركها حتى تنتهي عدتها. على التفسير الثاني وقلنا أن هذا أقرب، الله أعلم. فإن طلقها الطلقة الثالثة، فإن وقع منه ذلك فقد حرمت عليه بالتثليث، يعني بأن وقع طلاق ثلاث سواء كان قد راجعها أم لا، وسواء انقضت عدتها في صورة عدم الرجعة أم لا. هذا عند عامة أهل العلم، أن طلاق أن المطلقة الرجعية إذا طلقت قبل أن يراجعها وقع الطلاق. خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي انفرد ومن وافقه بأنه لا يقع طلاق إلا بعد رجعة، وعامة أهل العلم أن المطلقة الرجعية زوجة يلحقها الطلاق والإيلاء والظهار وتستحق الميراث إذا مات زوجها، ويرثها زوجها إذا ماتت، وبالتالي فكل أحكام الزوجية غير أنه لا يجامعها حتى يرجعها. فإذا كان الأغلب في أحكام المطلقة الرجعية الزوجية كان الطلاق لاحقا لها كذلك. ولم يقل الله عز وجل لا بد أن يرجعها بين كل طلقة وأخرى، وإنما الذي ورد في ذلك أن المطلق لا يطلق طلقتين في طهر واحد، كما سبق بيانه بحديث ابن عمر حين طلق امرأته في الحيض، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمره بمراجعتها: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن شاء أمسك وإن شاء طلق. فدل ذلك على أنه لا يشرع أن يوقع أكثر من طلقة واحدة في طهر واحد، والحيض الذي يسبق الطهر إذا طلق فيه حسب مع الطهر الذي يليه. يعني إذا طلق امرأته في الحيض وجب أن يردها ويمسكها فترة الطهر الذي يلي الحيضة التي وقع فيها الطلاق محرما، فإذا حاضت مرة ثانية وطهرت فله أن يطلق. يقول: سواء انقضت عدتها في صورة عدم الرجعة أم لا، يعني طلق امرأته وتركها حتى انتهت العدة،
ثم عاد إليها بعقد جديد وطلق طلقة ثانية، حسبت ثانية، فإن طلقها فإن تركها حتى بانت، ثم عاد لها بعقد جديد فطلقها طلقة ثالثة فقد بانت. عشان كده يقول سواء انقضت عدتها في صورة عدم الرجعة أم لا، انقضت العدة أم لم تنقض. الطلاق الثلاث، ثلاث طلقات منفصلات أيما كان نوع الطلاق. طلقها قبل الدخول ثم عادوا واتفقوا وعقد عقدا جديدا، ثم طلقها مرة ثانية ثم ثالثة وقع الطلاق. ثلاثا تمت الطلقات الثلاث. يعني مش ما يشترطش في هذه المسألة ان يكون طلاق انتهت عدته ام لا، طلاق بائن ام لا، بعقد واحد او بعقدين. يعني طلقها وفي فترة العدة راجعها، ثم طلقها ثانية ثم راجعها، ثم طلقها وقع الطلاق. طب في بين الاثنين دول كان في واحدة منهم بانت منه ثم عقد عليها من جديد، رجع لها بعدد الطلقات التي طلقها، إلا في مسألة واحدة، هي إذا تزوجت فيما بين هذه الطلقات ودخل بها زوجها الجديد ثم رجعت إلى زوجها الأول، هل ترجع بعدد الطلقات التي بقيت من الثلاث أم أنها تهدم الطلقتين أو الطلقة التي وقعت بكونها قد تزوجت؟ مسألة الهدم كما يسمونه، الزواج الجديد. بعض العلماء يقول إذا تزوجت زواجا جديدا فكما أنه يهدم الثلاث ويعود زوجها الأول لها إن أراد بعد الطلاق من زوجها الثاني الذي دخل بها بثلاث طلقات، فبالأولى إذا كانت بطلقة أو طلقتين. وفريق آخر يقول بل لم يشرع التحليل ولا هدم الطلقات الثلاث إلا بعد أن يكمل الثلاث ثم تتزوج زوجا غيرها، وبالتالي تعود له بما بقي من الطلقات. قولين للعلماء. قال فلا تحل له من بعد. أنا أميل يعني لعدم الهدم، بس المسألة ترجح فيها صعب، يعني ليس سهلا عدم الهدم. ليه؟ لأنه هو ما كانش محرم عليه. التحليل بزواج جديد عندما يشعر بأنها ليست في يده، يشعر بأنها ليست في يده وليس أنه بيده أن يرجعها. القول الثاني يقول القياس القياس أولى، والله أعلم. يعني هو تعرض ما بين العموم وبين القياس. القياس قال والحكمة في شرع هذا الحكم الردع عن المسارعة في الطلاق وعن العودة إلى المطلقة الثالثة والرغبة فيها، لأنه ثبت بذلك أن هناك تسرع من الزوج في إيقاع الطلاق، وأن الزوجة استهانت برابطة العلاقة الزوجية حتى تسببت، إذا كان الطلاق من جهتها يعني أو بسبب فعل منها حتى أدت إلى ذلك، فلا بد أن يعلم أنهما لا يحل لهما أن يعودا مرة أخرى حتى تقع تجربة جديدة ربما كانت أحسن من الأولى، وأن يكون عندك رغبة. قال حتى تنكح زوجا غيره، أي تتزوج زوجا آخر غير المطلق بعد انقضاء عدتها من الأول، لأن الطلقة الثالثة لها عدة باتفاق العلماء ثلاث حيضات، وإن كان لا يجوز للزوج أن يرجعها فيها،
ولا يلحقها طلاقه ولا إيلاؤه ولا يرث أحدهما من الآخر خلال فترة العدة من الطلقة الثالثة، لأنها صارت بائنة بينونة كبرى. يفرقوها عن الصغرى ليه؟ الصغرى التي انتهت عدتها أو كان طلاقا للضرر أو خلعا، فإنها أثناء فترة العدة من هذا الطلاق البائن بينونة صغرى قد انفصلت عن زوجها، ومع ذلك فيجوز أن يعقد عليها بعد انقضاء العدة، بخلاف هذه البينونة الكبرى الانفصال الأكبر منهما، يعني بذلك أنه لا يحل له أن يتزوجها ولا يحل لهما أن يتراجعا إلا بعد زواج جديد ودخول فيه وطء بالاتفاق، وليس دخول حكمي عند من يقول بأن الدخول يتحقق بإغلاق الباب وإلقاء الستر. يقول أي حتى تتزوج زوجا آخر غير المطلق بعد انقضاء عدتها من الأول فيجامعها، والنكاح يتناول العقد والوطء جميعا. يعني هو ظهر الآية حتى تنكح يبقى العقد، لكن السنة أوضحت أنه عقد مع وطء. يعني إيه دخول حكمي؟ يعني بعض يعني كثير من العلماء اللي هم مالك وأبي حنيفة وأحمد يرون أنه إذا أغلق الرجل الباب مسكن الزوجية على امرأته وأرخى الستر إذا خلى بها خلوة يأمن أن يطلع عليهما أحد، فهذا يكون دخولا حكما ولو لم يدخل بها فعلا، ولو لم يقع جماع بينهما. وذهب الشافعي وهو قول ابن عباس رضي الله عنه إلى أنه إذا زعم إذا قال لم أمسها فهو لم يدخل بها، لها نصف المهر، بمعنى إذا طلقها يعني. فالدخول المجمع عليه هو الجماع. طب إذا لم يقع جماع هل يكون من نسائكم التي دخلتم بهن، دخلتم بهن دي مقصود بها الدخول، يكون مقصودا به الدخول الحكمي عند بعض العلماء، أم لابد من الجماع في أمر الزواج بعد الطلقة الثالثة؟ لابد من الجماع لنص الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا. هو طبعا كان فيه يعني امرأة من الصحابة طلقها زوجها رفاعة ثلاث طلقات ثم تزوجت رجلا آخر، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي وتقول ما معه مثل الهدبة، هدبة الثوب، طرف الثوب يعني، تقصد أنه لا ينتصب. فقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته، نص الحديث الذي أجمع العلماء على معناه، ولم يخالف في ذلك إلا بعض التابعين لعله لم يبلغه الحديث، والإجماع منعقد على خلافه. الإجماع منعقد على أنه لابد من الجماع الذي تثبت به جميع الأحكام، الذي يوجب الغسل، الذي يوجب الحد، الذي يجب به كمان المهر اتفاقا. قال حتى والمراد هنا الوطء، قلنا عقد مع وطء، وقد أخذ بظاهر الآية سعيد بن المسيب ومن وافقه عدد قليل جدا يعني، فقالوا يكفي مجرد العقد لأنه المراد. وذهب الجمهور من السلف والخلف إلى أنه لا بد مع العقد من الوطء لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من اعتبار ذلك، وهو زيادة يتعين قبولها، ولعله لم يبلغ ابن المسيب ومن تبعه، وذا الصح، نحن نحسن به الظن، لم يبلغه الحديث مع علم سعيد بن المسيب، مع أنه فقيه أهل المدينة، ومع ذلك غابت عنه هذه السنة.
فلا عبرة بقول أحد فيما خالف فيه السنة عند كل العلماء. وفي الآية دليل على أنه لا بد أن يكون ذلك نكاحا شرعيا مقصودا لذاته، لا نكاحا غير مقصود لذاته، بل حيلة للتحليل وذريعة إلى ردها إلى الزوج الأول، فإن ذلك حرام للأدلة الواردة في ذمه وذم فاعله. وإن التيس المستعار الذي لعنه الشارع ولعن من اتخذه لذلك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لعن الله المحلل والمحلل له. العبرة في ذلك بقصد الزوج وتواطئه مع الزوجة أو مع الزوج الأول. ذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى أن المحرم من ذلك هو ما إذا نص عليه في العقد، وذهب أحمد ومالك إلى أن الاعتبار بالقصد وإن لم ينص عليه في العقد. يعني الشافعي وأبو حنيفة بيقولوا العبرة بمبنى العقد، إذا قال له في العقد زوجتك فلانة على أن تطلقها بعد أن تدخل بها، هذا هو المحلل، وهو من أبعد التفسيرات في تفسير لعن الله المحلل والمحلل له. فإن العبرة بالمقاصد، ومن الذي يشترط مثل ذلك في صيغة العقد حتى نقول أن هذا هو المقصود الذي لا يكاد يقع في الوجود على الإطلاق ولا يكاد ينص عليه، وإنما العبرة بالمقاصد. فعندما يستعيرون تيسا، حديث لعن الله التيس المستعار، أو المحلل هو التيس المستعار، تيس المستعار كأنهم يستعيرون تيسا للضرابي، كما تشبيه منفر لهذه السورة. لذلك نقول قول مالك وأحمد هو المعتمد لا شك في ذلك، ولا عبرة بالحيلة، أعني أنهم لا ينصون في العقد على التطليق بعد الدخول، ولكن يكون هذا متفقا عليه بينهما، بين الزوج المطلق وبين المحلل، أو أن يكون بين الزوج الجديد والزوجة، أو بين من قصد الزوج الجديد تطوعا. يعني هو ولا اتفق ولا عمل حاجة وراح يتجوزها، أصلا عايز يعمل خير، إنه عايز إيه؟ يحلها للزوج الأول، لا حتى يكون نكاح رغبة، ده حديث حسن، لا حتى يكون نكاح رغبة، يكون النكاح نكاح رغبة. ولذلك طب الزوجة بقى لو هي اللي بتتجوز علشان تحل لزوجها الأول، ليس عليها في ذلك الذم، ولم تلعن هي، ولم يرد نهي في حقها، لأن الطلاق ليس بيدها. ولذلك فطن النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما تريد امرأة رفاعة، فقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ إذن قصدها ليس مؤثرا. الرسول ما قال لهاش حرام تريدين حرام أن تريد الرجعة إلى رفاعة إلى زوجها الأول، وإنما قال لا حتى يذوق وسيلتك وتذوق وسيلتك، لأنها أصلا بجاية تقول إن هو ما عندوش حاجة يجامعها به، يعني لا يحصل له انتصاب، فترتب على ذلك أنه إيه، الرسول قال لها لا لا لن ترجعي، لو طلقك على ذلك لن ترجعي إلى رفاعة. يقول: أخرج الشافعي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وأحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة والبيهقي، وجابهم ليه كده؟ جاب يعني بالتاريخ، يعني بالأكبر سنا، أنا أقول إيه وليه ما يقولش أخرج البخاري ومسلم؟ ليه قال للشافعي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة؟ علشان دول كلهم من شيوخ البخاري ومسلم، وأحمد أيضا
وبعدين جابت بخاري ومسلم بعد كده، وبعدين الترمذي والنسائي، لها ترتيب زمني، وبعدين ابن ماجه، وبعدين البيهقي في الاخر. عن عائشة قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي، فتزوجني عبد الرحمن ابن الزبير، اسمه من ده واحد صحابي تاني، وما معه إلا مثل هدبة الثوب، شراشيب الهدبة اللي هي ايه، شراشيب هي لما يكون فيها خيط، خيوط واقعه كده، دي اهداب الثوب، وما معه الا مثل هدبه الثوب. العجيب ان الرسول ما قالهاش ايه هي قليله الادب بتكريمي كده ازاي، ما قالهاش كده، عشان نعرف ان الاحكام الشرعيه لا يمنع من ان تذكر ليستفهم ولو كان يعني الكلام المفهوم، يعني من حق المرأة أنها تقول أن زوجها لا يستطيع معاشرته حتى ينظر في ذلك إذا أقر ولا ما أقرش. قالت: وما معه إلا مثل هدبة الثوب. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي وسيلته ويذوق وسيلتك. وقد روي نحو هذا عنها من طرق. وأخرج أحمد النسائي عن ابن عباس أن الفميصاء أو الرميصاء أتت النبي صلى الله عليه وسلم وفي آخره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس ذلك لك حتى يذوق أسالتك رجل غيره. برضو حتى نقول في هذه الأشياء لم يقع التصريح، إنما الكناية المفهمة، يعني ذوق العسيلة هو الجماع كناية عنه، والعسيلة والعسالة مجاز عن قليل الجماع، أو يكفي قليل الانتشار، الانتشار يعني الانتصاب. شبهت تلك اللذة بالعسل وصغرت بالهاء لأن الغالب على العسل التأنيث. هو حتى أصلا ذكرت بالهاء وصغرت، لأنه عسل وعسيل، عسيلة لأن الغالب على العسل التأنيث، قاله الجوهري. يعني ليه صغرها؟ ما قالش عسالة، قال عسيلة، علشان يقول ولو قليل، يعني ولو لم ينزل، وطالما دخل فرجه في فرجه قدر ما يوجب إقامة الحد وهو رأس الذكر. وقد ثبت لعن المحلل والمحلل له في أحاديث كثيرة، منها عن ابن مسعود عند أحمد والترمذي وصححه والنسائي والبيهقي في سننه، قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. وفي الباب أحاديث في ذنب التحليل وفاعله أطال بذكرها ابن القيم في إغاثة اللهفان وإعلام الموقعين، وهو بحث نفيس جدا فراجعه. رد فيه على من يتفقون مع رجل ولا ينصون في العقد على الطلاق للتحليل، ولكن طالما وقع الاتفاق فالعبرة بالمقاصد، والحيل التي تخالف مقصود الشرع وحكمته من تشريع زواج الثاني بعد طلاق الأول ثلاث طلقات، نقول الحيل التي تتحايل على مقصود الشرع لابد من إبطالها، لأن مقصود الشرع أن يعلم أن زوجته بعد ذلك ستكون في يد رجل آخر لا يملك هو، لا يجعلها أكثر حرصا على حياتها الزوجية الأولى. وأمرا ثانيا، ربما أنهم فشلوا في التعامل مع بعضهما، فربما نجح الزوج الجديد في حسن إدارة البيت.
قال فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا، أي إن طلقها الزوج الثاني نقول أو مات عنها. وهذا أيضا محل اتفاق، إنه إن دخل بها ثم مات عنها حلت أن ترجع للزوج الأول. يقول فلا جناح على الزوج الأول والمرأة أن يرجع كل واحد منهما لصاحبه، يعني بنكاح جديد. قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن الحرة إذا طلق زوجته ثلاثة ثم انقضت عدتها ونكحت زوجا دخل بها ثم فارقها وانقضت عدتها نكحها الزوج الأول أنها تكون عنده على ثلاث تطليقات، ترجع له بثلاثة. ليه؟ للحر، لأن العبد له طلقتان لا ثلاث. إذا تزوج العبد أمة أو حرة فإذا طلق مرتين لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وكما أن عدة الأمة حيضتان لا ثلاث حيضات إذا تزوجت. طبعا تزوجت غير سيدها، طبعا زوجها سيدها لرجل آخر، طبعا إذا زوجها سيدها لرجل آخر حرم عليه معاشرتها بالإجماع، إجماع المسلمين، إن ظن أي علم وأيقن. بل إن ظن، الظن هنا على غلبة الظن، ليس هناك يقين، تفسير غير صحيح أن يفسر باليقين، بل هذا الظن هو الظن الراجح. عندنا كلمة الظن تستعمل بمعنى اليقين في نحو قوله إني ظننت أني ملاق حسابها، بمعنى غلبة الظن إن ظن أن يقيم حدود الله، بمعنى التخمين والخرص إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون، إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. لابد أن نعرف الفرق في استعمال الظن، لأن كثيرا من الناس يشغب في مسألة، مثلا مسألة أن خبر الواحد يفيد الظن ويقول إن الظن لا يغني من الحق شيئا، وواحد يقول القياس يفيد الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. لا، ليس هذا هو الظن الذي لا يغني من الحق شيئا. الظن الذي لا يغني من الحق شيئا هو التخمين والاحتمال، وليس الظن الراجح، ولا يلزم اليقين. وقيل إن رجوا إذ لا يعلم ما هو كائن إلا الله تعالى، هذا الصحيح، أن يقيم حدود الله، إن ظن أن يقيم حدود الله أي حقوق الزوجية الواجبة لكل منهما على الآخر. وأما إذا لم يحصل ظن ذلك بأن يعلم أو أحدهما عدم الإقامة لحدود الله، أو تردد أو أحدهما ولم يحصل لهما الظن، فلا يلوز الدخول في هذا النكاح، لأنه مظنة لمعصية الله والوقوع فيما حرمه على الزوجين، يعني من الشقاق والظلم كل منهما للآخر. باب ما نزل في بلوغ أجل العدة وعدم الضرار بهن. قال تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. قال تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، أي قاربن انقضاء عدتهن وشارفن منتهاها. يبقى بلغن أجلهن، ليه قلنا قاربن أجلهن؟
لأنه فأمسكوهن بمعروف دلت على ذلك، يعني هذا خلاف الظاهر. لكن إيه اللي خلانا نقوله بخلاف الظاهر؟ يعني كلمة بلغت أجلها يبقى انتهى. اللي خلانا نقول كده القرينة القطعية الدلالة على أن المقصود اقترب انتهاء العدة بقوله تعالى فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. الذي يمسك هو الذي يملك الرجعة، ولا رجعة بعد انتهاء العدة. ثم في الآية اللي بعدها وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. دي بقى فبلغن أجلهن يعني انتهت العدة. ليه؟ لأن هو من الذي سيعضلها؟ الولي. كيف يعضلها إذا كان من حق الزوج أن يراجعها؟ إذن لن يعضلها إلا إذا كان هذا بعقد جديد، يمتنع الولي من إنفاذه رغم رغبة المرأة. فعند ذلك نهى الشرع عن أن يعضلها الولي، فتبين بذلك أن بلغنا أجلهن في هذه الآية غير بلغنا أجلهن في الآية التي بعدها. فإذا طلقت النساء فبلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف، إذن دي في اقتراب انتهاء العدة، شارفت على انتهاء العدة ولم يرد انقضاء العدة. فهذا من باب المجاز الذي يطلق فيه اسم الكل على الأكثر. وقيل إن الأجل اسم للزمان، فيحمل على الزمان الذي هو آخر زمان يمكن إيقاع رجعة فيه، بحيث إذا فات لا يمكن بعده مكنة إلى الرجعة. وعلى هذا لا حاجة إلى المجاز. الظاهر أنه مجاز طبعا، لأن هي نفس اللفظ فبلغنا أجلهن هو المستعمل في الآيات التي بعدها، وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن. يبقى إذن هذا لفظ استعمل في معنيين، معنى المقاربة أو معنى الزمن الذي يجوز أن يرجعها فيه، واستعمل في معنى الزمن الذي لا يجوز أن يرجعها فيه. ظاهر الآية بلغت أجلها يعني انتهت عدتها، وهذا المذكور في قوله عز وجل ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، أيضا هذا في انتهاء عدة المتوفى عنها لكي تتزوج بعد زوجها الذي توفي. فهذا دليل على استعمال المجاز بالقرينة، عشان نفي المجاز في القرآن صعب جدا، مش بعيدا عن قضية الأسماء والصفات. المجاز مستعمل في لغة العرب والقرآن نزل بلغة العرب، ولكن المشكلة كلها في القرينة الصارفة من الحقيقة إلى المجاز. الواجب عند كل العلماء حمل الكلام على ظاهره إلا لو دل دليل، لا يجوز حمل الكلام على المجاز بغير دليل، لابد أن يكون دليلا صحيحا قويا واضحا. هنا كما ذكرنا دليل واضح تمام الوضوح، فهي وهو قول فأمسكوهن على أن مقصود بلغن أجلهن أو شكنا على انتهاء العدة. فأمسكوهن بمعروف أي راجعوهن بمعروف، وهو أن يشهد على رجعتها وأن يراجعها بالقول لا بالوطء. وقيل هو القيام بحقوق الزوجية، وهو الظاهر ده الصحيح. هو المراجعة بالوطء ليس يمكن فيها إشهاد إلا أن يشهد بعد الرجعة، السنة أن يشهد على الرجعة، ولذا كانت الرجعة بالقول متفقا عليها وهي الأصل، وهي الرجعة للسنة كما قال عمران بن حسين رضي الله عنه لرجل قال له إني طلقت امرأتي
وراجعتها من غير أن أشهد، فقال طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها وعلى راجعتها ولا تعد. أولا هو قد قال طلقت وراجعت، ولكن قال لغير سنة، عشان بعض أهل البدع يقولون أن الطلاق بغير شهود لا يقع، وهذا ليس بقول معتبر عند أحد من أهل العلم، حتى لو كان به قال بعض الفضلاء الشيخ أحمد شاكر، لكن هذا قول أهل البدع. الغرض المقصود أن أحد تفسيرات الإمساك بالمعروف هو الرجعة بالقول حتى يشهد، الإشهاد على ظهر الأدلة واجب، ولكن ليس شرطا لا في الطلاق ولا في الرجعة، ويجب أن يشهد ولو بعد حدوثها. ومن هنا قلنا أن الرجوع بالوطء يقع رجوعا مع النية، يقع رجوعا ويأثم بعدم الإشهاد ونلزمه بالإشهاد بعدها. بتسأل وتقول إذا تزوج الزوج الثاني نكاح رغبة وتبين قبل الدخول أنهما لن يتفقا فطلقها، لا تحل للزوج الأول حتى يتزوج بها رجل يذوق عسيلتها وتذوق عسيلتها. أيوة طبعا، أي زوج رجل يذوق عسيلتها رجل غير، ليس ذلك لك حتى يذوق عسالتك رجل غيره. ده سؤال بعيد عن الآية اللي احنا فيها. شفت بقى الناس بتنام ازاي؟ احنا قلنا الموضوع ده تفصيلا على فكرة. قال او سرحوهن بمعروف، اي اتركوهن حتى تنقضي عدتهن فيملكن انفسهن. والمعنى اذا طلقتم النساء، معنى إذا طلقتم النساء فقاربن آخر العدة فلا تضاروهن بالمراجعة من غير قصد لاستمرار الزوجية واستدامتها، بل اختاروا أحد الأمرين إما الإمساك أو التسريح، الاثنين بالمعروف، يعني امسكوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا كما كانت تفعل الجاهلية من طلاق المرأة حتى يقرب انقضاء عدتها ثم مراجعتها، لا عن حاجة ولا لمحبة، ولكن لقصد تطويل العدة وتوسيع مدة الانتظار ضرارا، قبل أن يشرع أن طلاق الثلاث لا رجعة له عليها. كان أهل الجاهلية ما عندهمش لا ثلاثة ولا غيره، يقول لها أنا حسيبك متعلقة، كل ما تيجي تنتهي العدة قبلها أراجعك، وبعدين أعرفك لغاية ما أطلقك تاني وأسيبك، لما قبل ما تنتهي العدة أراجعك وأسيبك، إلى أن تظلي هكذا معلقة. فأنزل الله عز وجل طلاق الثلاث. طلاق الثلاث ده رحمة بالمرأة، وليس كما يظن البعض اللي بيحاولوا بقى ما يوقعوش الطلقة الثالثة دي بأي صورة. الفتاوى اللي موجودة في أماكن يفتى فيها، يعني دور الإفتاء، أن كأنهم ألغوا طلاق الثلاث من التشريع. لما يعمل إيه؟ واخدين أوامر ممنوع توقع الطلاق الثالثة عشان يقلل نسبة الطلاق. طب ولو الرجل طلق امرأته بالفعل طلقة ثالثة صريحة، يقول لك الطلاق في الحيض، مش مذهبهم هم أصلا الطلاق في الحيض مش واقع، والطلاق في الغضب مش مذهبهم برضو كذلك، هما على مذهب جمهور أهل العلم مذاهب حنفية شافعية مالكية، والتلاتة ما عندهمش اعتبار إن الغضب المتوسط يعني إيه يعتبر، كلهم عندهم الغضب المغلق هو الذي يعني يجعل الإنسان كالمجنون هو الذي يقع بالطلاق. لا، الطلاق طلاق الثلاثة طلاق فيه رحمة وفيه حكمة بالغة، مش زي ما البعض تقول المصيبة وقعت عايزين نهرب منها إزاي،
انت خلاص ده فشل في الحياة الزوجية، لابد ان تجرب تجربة اخرى. امساك الضرار كان يفعله اهل الجاهلية ويفعله كثير من الناس اليوم. عارف قصة كده عجيبة فعلها يعني فقيه يعني يفتري الكذب يعني او يفتري يظلم الناس، لان هو يعني اساء عشرة امرأته ثم يعني اضطرت الى ان ترجع الى بلدها وترفع قضية خلع لانها لا تستطيع اثبات الظلم الذي وقع عليها. ولما في جلسة الحكم بالخلع جاء محامي الزوج وقال انا طلقتها. يبقى القاضي قال خلاص يبقى انت عايزه ايه؟ بدل ما كنت احكم بخلع تردي فيه الـ الـ الحاجه بالمهر، انا بحكم انا الزوج ايه؟ طلق. فاثبت القاضي ايه؟ الطلاق. طلاق هيبقى ايه هنا؟ رجعي. ولكن هي مطلقه في المحكمه فالمثبت انها ايه؟ اتطلقت. وجيه بعدها قبل ما تنتهي العده رجع لها في التليفون انا رجعتك، لا انت هتعرفي ترفعي خلع بعد كده علشان انت ايه مطلقه في الورق، على الورق مطلقه، ولا انت هتعرفي تتجوزي حد تاني ولا وتفضلي على ذمتي هكذا ما اشاء انا. ادي طلاق، ادي راجعه للايه؟ للاضرار. يعني هو بيمسكها ليه؟ عشان يذلها. بس الرجوع يا شيخ بعد لازم يكون برضه يعني بوثيقه. ما هي قال لها بقى بيستغل الفرصه ان ما فيش وثيقه. يقول لها انت شرعا هي بتتقي ربنا. فبيقول لها انت شرعا مراتي. هما ما معكيش وثيقه ان انت مراتي. وهسيبك معلقه كده. هو شرعا؟ لا. الراجعه دي ما حصلتش. ليه؟ لان ربنا انما اذن ايه؟ لا علشان بالظبط كده ربنا قال ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. يعني هو لما يرجعها تصريحا للاضرار طالما صرح بكده يبقى الرجعه دي ما حصلتش. او لو قلنا انه يرجع وهو الظالم لنفسه يبقى في ترفع امرها لقاضي شرعي بدل ما يبقى قاضي في المحكمه اللي هو هيقول لها انت يا بنتي متطلقه. يبقى تجعل امرها لقاضي تطلب الطلاق للضرر. قاضي شرعي بقى يعني جلسه تحكيم شرعيه وتطلق للضرر من اجل ذلك. لكن واحد انا ما خطر ببالي حتى سمعت هذه القصه يعني ان في واحد يعمل كده. لكن مساله ان هو يكون بيرجعها عشان ينكد عليها طبعا الموضوع ده قل جدا بعد ما جعل يعني سن قانون الخلع. لان كان زمان قبل ما يسن قانون الخلع ده ما كانش تعرف تتطلق منه باي طريقه. والخلع لازم يكون برضاه على قول الجمهور. لكن القانون الجديد اللي بيجعل الخلع الى القاضي اذا ابى الزوج واصرت الزوجه وبجعل حكمين مكن المراه ان ترفع الظلم عن نفسها بهذه الطريقه. ذلك القول بوجوب بأن الخلع إذا عرضته المرأة يجب على الزوج وإذا امتنع طلق عليه القاضي، مع أن قول الشيخ الإسلام ابن تيمية دون الجمهور إلا أنه قول قوي في الحقيقة يمنع ظلم النساء. الخلع بتنزل عن المقدم والمؤخر. جبتي انت الحاجة الصعبة. تسأل وتقول إذا وطأها ولم ينوي الرجعة. هل أكثر على أنه قد رجع؟ إلا أن ينوي أنه يزني. هذا الأمر هو اللي فيه الخطورة عليه، هو أعظم خطر. ولكن الأكثر على أنه قد راجعها. يعني هنقول إن هي الصورة إن هو المراجعة دي دليل على أنه يبقي الزوجية. وفي قول يقول لا لم تقع هذه الرجعه ويأثم ولا تتم الرجعه بذلك. الأقرب هو الذي يأثم. الأقرب عندي أنها تقع رجعه.
ليس أنه لابد وأن يعني يصرح بالنية في ذلك. يعني عايز أقول إن مش هتنفع الصورة اللي هي المنكرة إلا لو نوى أنه بيزني، لو نوى أنه هو، ومش هيبقى زنا برضه، هيبقى وطئ محرم. بالظبط، الأصل إن هي ما زالت حلا له، فإذا عاشرها فقد راجعها، ده قول جمهور أهل العلم. يقول: لتعتدوا، أي لقصد الاعتداء منكم عليهن والظلم بهن، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا، يبقى اللي بيعمل كده بيتخذ آيات الله هزوا، مش بيلتزم بأحكام الشريعة. اللي بيراجع للإضرار مش ناوي يرجعها إلا عشان يقرفها وليس لحسن العشرة، فهذا كله من المنكرات التي تقع، وأن هذا استهزاء بالشريعة. ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم، الشريعة نعمة، وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، اتقوا الله إن الله بكل شيء عليم. باب ما نزل في عضل النساء عن النكاح. فإذا طلقت، قال تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. قال تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. الخطاب إما للأزواج ويكون معنى العضل منهم، أم أن يمنعوهن من أن يتزوجن من أردن من الأزواج بعد انقضاء عدتهن لحمية الجاهلية. يقولوا عن غيرة سعد أنه ما تزوج امرأة فطلقها فقدر أحد على أن يتزوجها من بعدك في الجاهلية. سعد اللي هو ابن عبادة لما رسوله قال: أتعجبون غيرة سعد؟ ولما قال في الحمية في قصة الإفك، فبيقولوا يعني عذرها رسول الله، فإنه ما تزوج امرأة فطلقها فقدر رجل منا أن يتزوجها. الجاهلية كانت حاجة فظيعة، في عند العرب، عند القبائل، بعض القبائل العربية، إن ابن عمها يمسكها، يعني يمسكها يعني يمنعها من التزوج ويسيبها كده، وما يعرفوش يجوزوها، ظلم وعدوان. لكن ليس هذا هو المقصود بالآية. يعني ممكن بعض الناس يبقى من باب الغلبة القهرية انه يمنع طليقته من ان تتزوج، ويهدد اللي هيتجوزها ويهددها هي، يقول لها هقتلك لو اتجوزتي. مثل هذا من الضلال. يقول: كما يقع كثيرا من الخلفاء والسلاطين غيرة على من كن تحتهم من النساء أن يصرن تحت غيرهم، لأنهم لما نالوه من رياسة الدنيا وما صاروا إليهم من فيما صاروا فيه من النخوة والكبرياء يتخيلون أنهم قد خرجوا من جنس بني آدم، إلا من عصمه الله بالورع والتواضع. أصبروا منهم بالورع والتواضع. أما وإما أن يكون الخطاب للأولياء، وده الصحيح، سبب نزول الآية يدل على أن الخطاب فلا تعضلوهن خطاب للأولياء، طب للأب أو الأخ أو الولي عموما. هذا سبب النزول. لا شك أن الصورة الأولى أقبح، يعني في النهي، يعني منهي عنها بالأولى، ولكن سبب النزول الآية يدل على أن المقصود الأصلي هو خطاب الأولياء، أن يكون الخطاب للأولياء، ويكون معنى إسناد الطلاق إليهم أنهم سبب له، لكونهم المزوجين للنساء المطلقات من الأزواج المطلقين لهن. يعني يقولوا إذا طلقتم، طب هو الولي هو اللي بيطلق؟ لا، المقصود هنا إذا وقع من أحد منكم أيها المسلمون طلاق لامرأته فبلغت أجلها فلا تعضلوهن أيها الأولياء. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. إذا طلقتم دي مين؟ خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم فقط؟ مع أنه في أوله كده، لا، ده المقصود بإيه؟ لكل الأمة.
فهنا برضو كذلك بيقول اسناد الطلاق لهم، لان هو اعتبرها خطاب واحد، اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن، كانه خطاب نفس المخاطبين اولا. فبيقول اسناد الطلاق اليهم للاولياء، يعني لان لكونهم سبب، لانهم زوجوا المراه من الذي ممن طلقها. تكلف الصحيح ان هو يتقال فيها ان هذا خطاب لمجموع الامه، اذا طلقتم النساء اذا وقع من احد منكم ان طلق امراته فبلغت اجلها، او مجموعه طلقت نساءهم فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن ايها الاولياء. والمراد ببلوغ الاجل نهايته، هذه الايه الثانيه اللي قلنا نهايته، ان هو هنا بلغت اجلها انتهت عدتها، ده هنا على حقيقتها وظاهرها من غير مجاز. وهو اصلا مش محتاج قرينه، والقرينه موجوده في فلا تعضلهن. والمراد ببلوغ الاجل نهايته لا كما سبق في الايه الاولى. ولهذا قال الشافعي اختلف الكلامين على افتراق البلوغين، بلوغ مقاربة وبلوغ انتهاء، فاختلف الكلام، امسكوهن بمعروف الرجعة او سرحوهن بمعروف ان يتركها ولا يضارها ولا يؤذيها بعد انتهاء العدة، وهنا اختلف الكلام فلا تعضلوهن، خطاب ل الأولياء. لا شك احنا قلنا بس سبب نزول الآية يرجح لنا انها الأولياء، ولكن بالصورة الثانية قطعية بالأولى، يعني اقصد عضل الزوج المطلق امرأته المطلقة عن ان تتزوج غيره صورة داخلة بالأولى في معنى النهي، أشد من عض الولي. يعني الولي له يعني على المرأة له حق، أنت طلقت وسبت وانتهت العدة لا حق لك أن تعضلها تمنعها من الزواج، لا على وشك مية نار علشان أنت عايز تجوز واحد تاني، هعمل فيك وقت. على فكرة وقائع كثيرة، هو يبقى من الغيرة وعايز يرجع لمراته وهي مش راضية ترجع له، يقول لا طبعا حموتك حامل فيك ويقع ذلك، نسأل الله العفو والعافية. هذا العضل من الأزواج المطلقين أقبح من عضل الولي، والعضل الحبس، وقيل التضييق والمنع، وهو راجع إلى معنى الحبس. وقول أزواجهن يعني أنكحن أزواجهن، يعني أزواجهم اللي كانوا أزواج، يعني هنا برضو تأويل، لأن ينكحن أزواجهن اللي كان زوجها. القرينة ان هو ينجحنا ليه؟ النخوة مش كل نخوة، هل النخوة هنا كده مذمومة بقى ما صاروا فينا النخوة؟ النخوة هنا معناها الكبرياء الباطل، النخوة المذمومة الكبرياء بمخالفة الشريعة، مش ان هو انت دلوقتي طلقتها وتركتها حتى انتهت العدة فلا يجوز لك ان تمنعها من ان تتزوج، لك عنده نخوه، لا النخوه دي وحشه. النخوه المشروعه ان يغار على امراته. النخوه المطلوبه ان والغيره المطلوبه ان يغار على بنته واخته وزوجته التي في عصمته، وليس انه يتحكم في الناس. وقوله ازواجهن ان اريد به المطلقون لهن فهو مجاز باعتبار ما كان، وإن أريد من يردن أن يتزوجن فهو مجاز أيضا باعتبار ما سيكون. يعني احنا عندنا نوعين من المجاز، نسميه بما سيكون أو نسميه بما قد كان وانقضى، الاثنين، بس كل ده محتاج دليل. يعني إذن لو حمل الآية على أنه خطاب للأزواج، إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن
فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اللي عايزين يتجوزوهم لسه. يبقى الرجل اللي طلق امرأة وعايز يمنعها من تزوج رجلا غيره هيسمى زوجها باعتبار ما سيكون، يبقى من منهي عن ذلك. ولو قلنا اذا طلقتم النساء مجموع الأمة، اذا طلق منكن ايها الرجال احد، اذا طلقتم النساء، اذا طلق بعضكن نساءهن فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن ايها الاولياء ان ينكحن ازواجهن لا الذين كانوا ازواجهن. الآية دي ما تحتملش أن تعمل على ظاهرها. ليه؟ لأن هي الآن ليست ذات زوج، مش كده؟ لأنها انتهت العدة، وبالتالي فيا إما هنحملها على خطاب للأزواج أو خطاب للأولياء، مش كده؟ وعلى أي الأحوال هي الآن ليست إيه؟ ذات زوج، وهو تريد أن إيه؟ أن تتزوج، تنكح، تتزوج. فإذن لا يمكن حملها على ظاهرها، وأن الزوجية قائمة، أزواجهن إما اللي فاتوا إما اللي جايين. الصحيح سبب النزول يوضحه أنهم الأولياء، لأن الحديث في معقل ابن يسار أن كانت له أخت طلقها زوجها وتركها حتى انتهت عدتها، ثم جاء يخطبها مع الخطاب، فأخوها قال والله لا أزوجها له، تركتها كانت تحتك، طلقتها ثم تركتها حتى انتهت عدتها ثم تريد أن ترجع لها، والله لا أزوجك. يعني المرأة كانت تريد إيه؟ زوجها الأول، و مسكينة لا تستطيع أن تتكلم، فنزلت الآية فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى معقل فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يزوجها وأن يكفر عنها، يزوجها زوجها يعني. قال إذا تراضوا بينهم بالمعروف، يعني إذا تراضى الخطاب والنساء، والمعروف هنا ما وافق الشرع من عقد حلال ومهر جائز، قيل هو أن يرضى كل واحد منهما بما التزمه لصاحبه بحق العقد حتى تحصل الصحبة الحسنة والعشرة الجميلة والعيشة الرضية. بل الظاهر إذا تراضت المرأة مع زوجها الأول بالمعروف، يعني يجوز يكلمها يعني يقول لها أخوها فين؟ إزاي ما راحش؟ لا راح لها، بس هي هم متفاهمين مع بعض. هو يجوز يكلم واحدة يقول لها أنا عايز أخطبك، سواء كانت يعني هذا الأمر طبعا مجرد التراضي بينهم بمعروف إذا كانت زوجته السابقة، فهذا الأمر إذا وقع التراضي بينهما ليس ذلك بمحرم، بالمعروف ليس فيه محرمات. قيل سبب نزولها، سبب نزولها صحيح في البخاري، أن أخت معقل بن يسار طلقها زوجها فأراد أن يراجعها، أراد أن يتزوجها بعقد جديد بعد انتهاء العدة، فمنعها معقل، معقل بن يسار أخوها أبى أن يزوجها. وعموما المرأة التي يتقدم لها كفو ولا يرضاه الولي وهي ترضاه وجب عليه أن يزوجها بكرا كانت أو ثيبة، ولا يلوز أن يعضلها الولي بحال من الأحوال إلا إذا لم يكن كفؤا لها، فهذا من حق الولي أن يمنع التزويج. والكفاءة المعتبرة في الدين والحرية. الحق للزوجة للمرأة بكرا كانت أو ثيبا، مش لازم تكون القصة تكون كده، يعني مش لازم تكون هي مطلقة وعدة وانتهت العدة لسبب النزول،
لكن العضل ما لا يجوز لرجل ان يعضل امراته، هو من حقه يعضل ابنته او اخته. ما احنا قلنا الكفاءه في الدين، الكفاءه في الدين يعني ايه؟ مش كفء يعني رجل فاسق اقل الاحوال. مش كفء يعني، هنقول لكم واحد، الكفاءة دي مش حكم بالمزاج، الكفاءة دي بنقول حاجات معتبرة محددة، الرجل ده فاسق وهي يعني ثقة وهي عادلة. يعني ايه فاسق؟ يعني الرجل بيشرب مخدرات، بيشرب خمرة، يعني الرجل تارك صلاة، يعني الرجل قذف المحصنات، بيشتم قذف، ماشي كده؟ يبقى لما يكون في سبب يقتضي الفسق، اصرار على ارتكاب كبيره او اصرار على صغيره، ما يبقاش في حاجه اسمها مش كفء لها. يقول لها انا شايف انه مش كفء ليكي، هو انت دكتوره وهو راجل معاه دبلوم، انت مالك؟ المهنه دي على فكره يعني المهنه اللي معاه دبلوم ده دلوقتي ما فيش حد من اهل العلم خالص يقول الشهادات. الكلام عندهم على المهن الشريفة كالنجار والحداد وراعي الغنم والتاجر. ليه بقى المهن دي شريفة؟ ازاي المهن الشريفة دي بقى الحد بقى راعي الغنم مهنة شريفة عندنا؟ لا، العبرة لان الانبياء رعوا الغنم، يعني حد هيقول لا دي مهنة مش شريفة وربنا جعلها للانبياء؟ الرسول صلى الله عليه وسلم وسيدنا موسى رعوا الغنم ويبقى مش مهنة مش شريفة؟ فضلا بقى ان احنا بنقول نجار سيدنا ايه زكريا، كان زكريا نجار حديث رواه البخاري، وكان داوود حدادا. يبقى انتوا مش هيعجبكم بقى ان الوضع بتاع الناس النهارده. لا، لذلك هذا الكلام اللي قالوا المهنه واللي قالوا اليسار، اليسار واللي قالوا النسب، اليسار يعني فلوس الغنى، طبعا دي عند ناس كتير. لكن الصحيح اولا ال 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 اليسار، وكم يعني زوج النبي صلى الله عليه وسلم من رجل، زوج رجلا ليس معه شيء إلا الإزار لامرأة التي وهبت نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام، وقال علمها مما معك من القرآن، زوجتكها بما معك من القرآن. فما فيش حد يتكلم على اليسار ده، هي لابسة على الأقل كذا حاجة وما سألهاش عن مالها، وهو قال له ما معيش الا الازار، ما عندوش رداء. سهل بيقول والله ما معه رداء، ما عليه رداء، لان كان اعطاه الرداء ولبس هو الايه الازار، يعني ما فيش ولا نعل حتى جاي حافي، ومع ذلك زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بما معه من القران. اذا اليسار مش معتبر، والنسب مش معتبر، النسب مش معتبر. زوج زيد بن حارثة أو زوج زينب لزيد بن حارثة، وزيد مولى، وزينب رضي الله عنه شريفة قرشية بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم. فده بعد ذلك، وهي كانت لا تريد، ومع ذلك الرسول كان ينصحها وقبلت نصيحتها، مش انها غصب عنها طبعا. فاحنا بنتكلم هنا على ان الابره الحريه عشان حديث بريره، لا اذا كانت هي حره وهو عبد يبقى من حقها. النصيحه ماشي، النصيحه مفتوحه خالص. ان ما تخافيش على اي الاحوال، هي شايفه كده، هي خدوا بالكم يعني النصيحه باب واسع، هو ويقول انا زعلان منك وكده، لكن اصرت خلاص، هي هيشيل بالظبط كده. يعني هي اصرت خلاص. هذا الامر يقع كثيرا فيه منازعات طويله، لكن امر المراه هي صاحبه الشان الاول اذا صرحت. اذا سكتت يبقى وافقت في حق البكر، والثيب في لابد من التصريح. بس عشان اصلها سكسي في بعض البنات مثلا الصغير ده، بيبقى دايما ما عندهمش الخبره كما الاب عنده خبرات مثلا في رؤيه الشخص. احنا هنقول تمام، هنقول احنا هننصح ماشي كده،
ولكن إذا أصرت فليس له أن يعضلها. وانتوا احنا مش اتفقين ان هو رجل عدل وثقة وأمين ولا يرتكب كبيرة ولا يصر على صغيرة؟ ما عندكوش كلام تاني خلاص، عندكم انه انت ليكوا تمتنعوا من ايه؟ الاولياء يعني، مش انتوا الا تمتنع ولا الابوات والامات بيعملوا ايه؟ ما انتوا عارفين ما عاملين مشاكل. انا عندي بنت بس انا بقول لك كل الحكم الشرعي. يا اخوان يا عباد الله، يا اماء الله، الامر شرعي وليس بالاراء والاجتهادات. التفاوت الاجتماعي ليس معتبرا في الادله. الزواج الكفاءة المعتبرة فيه هي الكفاءة في الدين، والكفاءة في الدين عندنا كافر فاسق مؤمنة أو مؤمن، بقى نقول ما كافر وفاسق ومؤمن، والمؤمن ده معناه في الظاهر يعني، ليس يعرف فيه ارتكاب كبيرة ولا إسراع على صغيرة. لكن بيشرب سجاير من حق أبوها يقول لها مش متجوز، بيحلق لحيته مثلا يعني من حقه يقول لها ما لا. واحد ما بيصليش كل الصلوات، كفاية واحدة، صلاة واحدة بس يضيعها، حتى لا بيبقاش إعضال. بس لما يمنعها من الزواج في الحالة دي بيبقاش إعضال. الإعضال أن يمنعها من الزواج من كفء رضيته وأصرت عليه ولو كان دون مهر المثل. يعني هي برضه هي صاحبة الحق في المهر. ولذلك إذا عشان في قول بيقول إذا عرض مهر مثلها وإلا يبقى مش عاضل. الصحيح إن إذا رضيت بدون مهر المثل فهي صاحبة الحق. واحد بيقول لزوجته التي طلقها إذا تزوجت سأخذ منك الأولاد ولن تريهم أبدا، هل يعد هذا عضلا؟ نقول أما أنه يأخذ الأولاد منها فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي، بالولد، فهذا حق شرعي أن الولد لا يكون معها إذا تزوجت. إما أن تنتقل الحضانة حقيقة لأمها، مش بنعمل مش الناس اللي بيعملوه دلوقتي إن النساء يعملوا إيه، تقول تاخد حكم المحكمة أنها لأمها، والحقيقة أنه قاعد عندها عند زوج والدته. هذا ليس عدلا. لا، إذا كان الأمر كذلك وجب أن يسلموا. أمها عاجزة، أمها لا تستطيع، يبقى خلاص، يبقى يرد إلى الإيه؟ إلى أم الأب أو إلى الأب نفسه، وليس أن هو يتحايل على ذلك بهذا الأمر، أو أنه ما يتحايل على هذا الحق بعدم إعلان الزواج. يا إما يتزوجوا بدون يعني عقد مكتوب موثق يعني عشان ما حدش يبلغ الزوج، أو أنهم يتجوزوا بعيد وما يقولوش لليه للزوج ان هو يعني ان هو وقع الطلاق. طالما في سن الحضانة فهذا الامر يعني يلزم ان يخبر الزوج وان يستأذن، فان اذن وإلا رد اليه اولاده. فمسألة بقى ان هو مش هيشوفهم ابدا، مش هيشوفهم ابدا، ظلم وعدوان، ده لا يجوز اصلا. يبقى التهديد ده تهديد ظالم، بل لها ان ترى اولادها كما هو العرف في ذلك، مرة كل أسبوع أكثر من ذلك. لا، هذا ليس إعضالا لأنه لم يمنعها من الزواج، ولكن يكون ظلما أن يمنعها من رؤية أولادها. لو الزوج فاسق، لو الزوج فاسق وأم الزوجة مش موجودة، ينظر إلى من تصلح للحضانة، أم الزوج. لو يخشى على الأولاد الفتنة من أحد الزوجين أو أحد المطلقين، يعني أحد المطلقين من الأب أو الأم، يجعل عند من يصلح له، عند من هو أصلح له. يأثم كل من منع رؤية الأولاد
لأبيهم أو لأمهم. لا، حتى لو فاسق ما يمنعوش من رؤيته، حتى لو الأب فاسق ولا الأم فاسقة، دي علاقة حق الطفل وحق الأبوين. الرؤية لا تمنع بحال حتى لو مع الفسق. اللي بيحصل في أنواع من الفساد في مسألة منع الرؤية ده ظلم وعدوان على الأطفال وعلى الأولاد. ما هو إيه اللي صالح الطفل؟ وما منهم إيه اللي ما في الموضوع لما يشوف أبوه فاسق ماشي هيعمل له إيه يعني؟ ما نخليه إن هو لو إنه بيقعد يتكلم معاه نقعد معاه أثناء قعدته ونمنعه من إنه يتكلم معاه في منكرات. يعني يقول له تعالى هشربك خمرة مثلا، هديك مخدرات. يقعدوا معاه في وجود من يمنع ذلك، مش ان هو عشان فاسق هنمنعه من رؤية ولاده، ده مفروغ منه. ده يقول قيل سبب نزولي ان اخت معقل من يسار طلق زوجها فمنعها معقل، فكما رواه الحاكم واسمها جميلة واسم زوجها عاصم ابن علي، فلما نزلت هذه الآية كفر عن يمينه وأنكح إياه. تمام القصة في البخاري. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.